صباح الخير يا احلى متتبعات، كيف احوالكم؟ كي دايرين؟ كنتمنى لكم يوم سعيد مليء بالسعاده والفرح، والله يدخل عليكم هذا النهار هذا يعني بالسعاده وبكل ما تمنيتو يا رب. اليوم غادي نشارك معكم طريقه تحضير تقليه بالعدس، سوى دابا البرد هذا يعني خاصنا شي حاجه اللي تكون سخونه وفي نفس الوقت العدس راه في الحديد ومفيد، مفيد جدا للصحه. وغنتقاسم معكم اشنو كندير باش البطبوط يجي خاوي من الوسط ويجي منفوخ يعني ويجي رائع، وغنشارك معكم اشنو كندير باش نحيد السفوريا من الكوزينه. كيف ما كنعرفوا جميع يعني الكوزينه كنغسلوا فيها الدجاج، نغسلوا فيها الحوت، يعني كتكون فيها واحد السفوريا اللي خايبه بزاف. يعني غادي نشارك معكم يعني اشنو وليت كندير دائما. وكنتمنى لكم فرجة ممتعة، وما تنساوش اللي عجبكم الفيديو ديروا لايك، وبالنسبة للناس اللي باقي مشتركينش في القناة يشتركوا في القناة، وشكرا. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. من بعد ما طيبت البطبوط فانا وجدت هاد جوج بطبوطات، درت ليهم الزبده والعسل، غادي نفطر بهم يعني كيجيو رائعين. يعني عرفتي ملي يلا كيكون البطبوط طيب كديروا ليه الزبده والعسل راه كيجي بنين رائع. وبالنسبه لهنايا التقليه جبتها من المجمد، درتها في كاسرونه مع الماء بارد. فنصيحه اللحم عمركم ما ديروا معاه الماء سخون، يعني ديروا في الماء بارد خليوه حتى يطلق مزيان. وبالنسبه لهنايا كنطيب البطبوط، فبالنسبه للبطبوط هو راه كيبغي دليك دليك، يعني العجينه خاصك تدليكيها مزيان وكنخليها يعني حتى تخمر. ومن بعد كندير منها كويرات، كندير كويرات يعني متوسطين وكنحطهم حتى كنسالي كل شيء هذوك الكويرات، عاده كنبدا كنطيب يعني كنبدا نقرص اللي قرصتها اللوحه في المقله طيب، يعني ما كنديرش هذيك القضيه انني نقرص ونحطو يعاود ثاني يخمر لي المره الثانيه، لا ما كنحطوش يعاود يخمر، يعني كيخمر مره واحده صافي، يعني هكا باش كيجي ناجح دائما الطريقه اللي كندير كيخمر مره واحده. ومن بعد كنديرو من الكويرات واللي قرصتها، يعني كنقرصها يعني بيديه مع شويه دقيق ديال الفرص، اللي قرصتها كنديرها في المقله كطيب يعني حتى كتبدا دير في هذوك الفقاعات شويه، وكنقلبها لجهه اخرى يعني تشد شويه الطياب من هذيك الجهه، نقلبها عاود ثاني ونبقى هكا كنقلبها يعني حتى كتنفخ. وبالنسبه يعني الا خليتو تخمر المره الثانيه ما كيجيش منفوخ، يعني ما كيجيش ناجح، يعني ملي كنقرصو نحطو في المقله بحال كيخمر في المقله ومع هذيك الخميره هي اللي كتنفخو وكيجي خاوي من الوسط. عرفتي راه كيجي زوين هاد الطريقه اللي كندير انا دائما من زمان وانا كنديرها، والحمد لله البطبوط كيجي ناجح. واول حاجه اللي قلت لكم يعني الدليك، فالعجينه ديال البطبوط خاصها تدلك مزيان، يعني ضيفوا الماء بشويه ودلكوا، ضيفوا الماء بشويه ودلكوا حتى تبان لكم العجينه تجانست مع بعضياتها، يعني ما بقاوش دوك التكتلات، يعني التكتلات كتولي العجينه منسه وتكون واحد شويه رطبه وفي نفس الوقت تكون شاده فراسها. هالطريقه هذه باش كيجي البطبوط ناجح. كما كتشوفوا معايا البطبوط ها هو كيجي منفوخ، يعني كيبدا يتنفخ شويه بشويه، ومن بعد كنخلي شويه يتحمر من الجناب. ها انتم كما كتشوفوا معايا يعني اللي قرصتها بيديه كان لوحه في المقله، وبالنسبه لهادو درت منهم كويرات وحطيتهم غطيتهم وكنبدا كنهز منهم وحده بوحده وكنبقى نقرص وندير اللوحه في المقله باش طيب، يعني ما كنقرصوش ونخليه عاود ثاني يخمر لي المره الثانيه، لا هكاك ما كيجيش ناجح. هاد الطريقه هذه دائما كنديرها، ومهم وكيجي البطبوط يعني مزيان ورائع.
وسمحوا لي بزاف على هذا التصوير هذا، ما عرفش شنو المشكل مناش. كان اعتذر لكم بزاف بزاف. وبالنسبة لهنايا يعني كملت الطياب ديال البطبوط وفطرت وكل شيء. صافي دابا جيت لقيت التقلية ديالي يعني طلقات. درتها في الكوكوط، ضفت ليها الماء وضفت ليها يعني نص حامضة واحد شوية ديال الحامض، ودابا غادي نخليها حتى تغلي. انا هالطريقة هذه هي طريقتي، هذه الطريقة اللي كندير دائما. دابا صافي التقلية بدات كتغلي، يعني غلات حتى مع هذاك الحامض اللي درت فيها، غادي يساعدني باش تحيد منها الزفورية اللي كتكون فيها وكتجي مزيانة. دابا صافي خديت التقلية غسلتها مزيان بالماء البارد. من بعد ما غسلت التقلية مزيان، دابا غادي نبدا نقطع فيها، نديرها يعني طروفة صغار او لا متوسطين على حسب كل واحد شنو كيبغي. المهم انا كندير هكا يعني طروفة كيكونوا شوية واحد شوية كبارين. صافي بهالطريقة هذه ملي كنسلقها يعني كتجيني سهلة، حتى في التقطيع يعني ما كتمحنيش. كنبدا نقطع هكا وكنعاود تاني نغسلها تاني بالماء. وصافي من بعد كنديرها في الكوكوت، وكنزيد ليها العطرية ديالها وكل شيء، التوابل ديالها وماطيشة والبصلة راكم عارفين، وكنضيف ليها العدس تاواني واحد شوية ديال العدس. صراحة التقلية كتجي مزوينة مع العدس. المهم انا كل مرة كيفاش كنديرها، بعض المرات كنديرها غير بوحدها كتجي مزيانة، ملي كنديرها غير بوحدها كنضيف لها واحد شوية ديال واحد معلقة صغيرة ديال الهريسة والزيتون، كتجي رائعة كتجي فنة. اما الا كندير معها الا كندير معها العدس، فانا ما كنديرش الزيتون وما كنديرش سلمى الحروق ايوه مع يعني كيكون هذاك الذوق ديال العدس مزيان يعني. وحتى الحامض يعني راه ما كيدارش مع الحامض، سلمى يعني ما ازاي كيجيش مزيان مع العدس، ولاني انا كندير الحامض يعني باش حيد لي الزفوريه يعني ديال التقليه. واخا انني ملي كنت غليتها انا راه ضفت ليها باش الحامض، كنضربي ولكن عاوتاني كنضيف لها تاني الحامض حتى في الطياب ديالها باش كتجي فيها هذيك النكهه ديال الحامض، يعني ما كتجيش الزفوريه فيها، ما كتجيش الزفوريه باينه فيها، يعني كتجي بنينه بنينه بزاف. صافي دابا غادي نستعمر هكا في التقطيع يعني حتى نساليها كامله ونغسلها ونديرها في كوكوط. سلمى ايوه صافي كما كتشوفوا معايا انا كنضيف ليها الحامض، والحامض مطير، حامض مرقد وقزبور معدنوس. وهنايا انا درت ليها البصله وهذا وشويه البزار وشويه ديال الخرقوم وسكنجبير، فالكمون ما كنضيفوش هذه يعني ما كنضيفوش دابا يعني حتى كطيب التقليه، عاد كنضيف ليها الكمون يعني كنضيف شويه من الفوق. بالنسبة لهذا يعني قبل كيف ما كتشوفوا معايا اللي كنت صايبت، درت ليه الزيت في القلعة جا مزيان.
كندير معها الثومه، جوج ضريسات ديال الثومه محكوكين، وكندير لها التحميره وشويه ديال دامة الزعفران والقزبر حبوب يابس والقزبر والمعدنوس عاديين والحامض مطير والعدس. كنخليها حتى كتقلى شويه هكا، عاد كنضيف ليها الماء وكنضيف ليها العدس. بالنسبة لهنايا انا ضفت الماء وضفت العدس هو كما كتشوفوا معايا، صافي غادي نسد دابا على الكوكوت ونخليها حتى تطيب مزيان. اذا الشكل ديال التقليه كيجي على هذا الشكل، هذا تقليه مع العدس، ودرتها في هذه القصريه الصغيره بالعين، درتها في القصريه مع القصريه كتشد سخونيه مع دابا الحال برد كل شيء. وبالنسبه لطريقتي يعني اشنو كندير باش كنقضي على الزفوريه في الكوزينه، فانا كناخد واحد القريعه بحال هذه اللي كترش اللي فيها رشاشه، وكندير فيها الكميه ديال الماء، وكنضيف ليها واحد الكميه ديال الخل، يعني الخل كتير شويه، الخل العادي اللي كنعرفو جميع، وكندير فيها واحد القليل ديال جافيل، وكنديرها في كنخلط جميع هاد المكونات هادو في هاد القريعه هادو، وكنحطها عندي في الكوزينه وقت ما سالت الشقه ديالي. فانا كنبدا نرش بهاد الطريقه هادي، وكندوز الكتانه على هاد البوطاجي هذا، فعلا كتحيد لي الزفوريه، يعني كتبقى لي هذيك الريحه ديال جافيل كتبقى في البوطاجي، كتبقى مزيانه. وكنديرها حتى للحوض، يعني الحوض حتى هو ملي كنغسل الماعن وكنغسل كلشي فكنرش. هاد الطريقه هذه كتجيني العمليه ساهله وما كنعكش، يعني ديما هذيك القرعه محطوطه عندي في الكوزينه، وقت ما ساليت كنبدا نرش ونمسح، يعني كتجيني العمليه ساهله وكنقضي على الزفوريه، يعني طريقه اللي هي رائعه رائعه بزاف بزاف.